السلام عليكم. سنتعلم الآن جميع الأزمنة المستمرة في اللغة الإنجليزية. سنبدأ بزمن present continuous، المضارع مستمر. إذا نستعمل هذا الزمن عندما نتحدث عن أشياء تحدث الآن لحظة الكلام. مثال: I am fixing his bike now. أنا I'm fixing أصلح. His bike bike دراجة. His bike دراجته. Now الآن. إذا كما تلاحظون هنا الفعل يحدث الآن لحظة الكلام، في هذه اللحظة I am fixing his bike. الآن لاحظ معي كيف صرفنا الفعل في زمن present continuous. كما تلاحظون هنا لدينا فعلين، الفعل الأول وهو الفعل المساعد، الفعل الثاني وهو الفعل الرئيسي. سنبدأ بالفعل المساعد. في زمن present continuous نستعمل الفعل be في زمن الحاضر كفعل مساعد. إذا هنا لدينا تصريف الفعل be في زمن الحاضر. لاحظ معي الفعل be يأخذ ثلاث أشكال في الحاضر: am, are, is، حسب الفاعل. مع ضمير الفاعل I نقول I am، you are، we are، they are، he، she، it نقول is. إذن كما تلاحظون هنا لدينا I أنا، مع الضمير I نقول I am، I am. إذن الفعل المساعد هو الفعل be في زمن الحاضر، بينما الفعل الرئيسي نستعمل التصريف الأول ونضيف له ing. هنا الفعل الرئيسي هو الفعل يصلح، وكما رأينا الأفعال في الإنجليزية يمكن أن نستخرج منها ثلاث أشكال: v1 v2 v3. الفعل يصلح الشكل الأول v1 نقول fix، v2 fixed، v3 كذلك fixed. إذا نضيف ed في النهاية. في هذا الزمن ما يهمنا هو الشكل الأول V1. إذا V1 نقول fix، استعملنا الشكل الأول V1 fix، لكن يجب أن نضيف في النهاية ing. إذا نستعمل V1 ونضيف ing، fix أصبحت fixing. I am fixing his bike now. أنا أصلح دراجته الآن. مثال آخر: He is studying for his test. He هو is studying يدرس for من أجل his test امتحانه أو اختباره. إذن هنا كما تلاحظون كذلك استعملنا زمن present continuous، يعني أن الفعل يحدث الآن، هو في هذه اللحظة يدرس من أجل امتحانه. إذن كما تلاحظون الفعل be كفعل مساعد، وهنا الفعل الرئيسي study وأضفنا له ing. هنا لدينا الضمير he، وكما قلنا مع الضمائر he she it الفعل be يصبح على شكل is. إذن نقول he is، he is. ثم نأخذ الشكل الأول للفعل. هنا الفعل يدرس، لدينا v1 study، v2 studied، v3 كذلك studied. ما يهمنا هو الشكل الأول v1. إذا الشكل الأول study ونضيف في النهاية ing. إذا study نضيف ing يصبح studying. He is studying for his test. هو يدرس من أجل اختباره. الجملة الأخيرة: She is talking on the phone at the moment. She هي، مع الضمير she نستعمل is، she is. إذا الفعل be وهو الفعل المساعد على شكل is. لماذا استعملنا is؟ لأن الفاعل هو she، she is، she is. ثم نستعمل الشكل الأول للفعل: تتحدث. الفعل يتحدث v1 نقول talk، v2 talked، v3 كذلك talked. إذا ما يهمنا هو الشكل الأول talk. إذا نستعمل talk الشكل الأول للفعل ونضيف في النهاية ing يصبح talking. She is talking، هي تتحدث.
on the phone على الهاتف at the moment. إذن at the moment في هذه اللحظة، كأننا نقول now في هذه اللحظة أو حاليا أو الآن. She is talking on the phone at the moment. هي تتحدث على الهاتف في هذه اللحظة. سنمر الآن إلى زمن past continuous، الماضي المستمر. نستعمل هذا الزمن عندما يحدث الفعل في الماضي ونريد أن نركز على استمراريته مدة زمنية، يعني الفعل استمر مدة من الزمن، استمر ساعة أو ساعتين أو أكثر في الماضي. مثال: I was watching a movie last night. I أنا was watching كنت أشاهد a movie فيلما last night الليلة الماضية. إذن كما تلاحظون الفعل حدث في الماضي الليلة الماضية، ونريد أن نركز على استمراريته مدة من الزمن، يعني استمريت في مشاهدة الفيلم ساعة أو ساعتين أو أكثر في زمن الماضي. بالنسبة لطريقة التصريف في زمن past continuous يكون لدينا فعلين، الفعل الأول هو الفعل المساعد والفعل الثاني هو الفعل الرئيسي. الفعل المساعد نستعمل الفعل be مصرف في الماضي. إذا الفعل be في الماضي يأخذ شكلين، يأتي بمعنى كان. إذا الشكل الأول was، الشكل الثاني were. إذا حسب الفاعل مع هذه الضمائر نقول was، ومع هذه الضمائر نقول were. إذا لاحظ معي هنا، هنا لدينا ضمير الفاعل I أنا، مع الضمير I نقول I was، I was أنا كنت. وبالنسبة للفعل الرئيسي نفس الطريقة في جميع الأزمنة المستمرة، يعني نستعمل الشكل الأول للفعل V1 watch ونضيف في النهاية ing لكي يصبح فعل مستمر watching. إذا الفعل يشاهد V1 watch، V2 watched، V3 كذلك watched. دائما نستعمل V1 ونضيف في النهاية ing. مثال ثاني: They were playing football last week. They هم هما هن. إذن هنا نقصد هم. Were playing، were playing كانوا يلعبون football كرة القدم last week الأسبوع الماضي. إذن الفعل حدث في الماضي الأسبوع الماضي، ونريد أن نركز على استمراريته مدة من الزمن، يعني استمروا في لعب كرة القدم ساعة أو ساعتين أو أكثر. بالنسبة للتصريف كما ذكرنا سابقا، الفعل المساعد هو الفعل be مصرف في الماضي. إذن هنا استعملنا were لأن ضمير الفاعل they، كما قلنا مع you we they نستعمل were. They were، they were الفعل be في الماضي كفعل مساعد. ثم نستعمل الشكل الأول للفعل، هنا لدينا الفعل play ونضيف له ing. إذا الفعل يلعب V1 play، V2 played، V3 كذلك played. نستعمل play V1 ونضيف ing playing. They were playing، هم كانوا يلعبون. سنمر الآن إلى زمن future continuous، المستقبل المستمر. نستعمل هذا الزمن عندما يحدث الفعل في المستقبل ونركز على استمرارية الفعل مدة من الزمن. إذن كما رأينا سابقا، فعل يحدث في المستقبل ونركز على استمراريته مدة من الزمن، ساعة أو ساعتين أو أكثر. إذا لاحظ معي الأمثلة: The kids will be playing in the park after school. The kids الأطفال will be playing سوف يلعبون. إذن سوف يكونون، الفعل be هو الفعل يكون، سوف يكونون يلعبون، سوف يلعبون in the park في المنتزه after after school بعد المدرسة. إذن هنا الفعل سوف يحدث في المستقبل after school بعد المدرسة، ونركز على استمرارية الفعل مدة من الزمن. إذن الأطفال سيستمرون في اللعب
إذا سيلعبون مدة زمنية يعني ساعة أو ساعتين، لا يهمنا الوقت، المهم أنهم سيستمرون في اللعب في زمن المستقبل بعد المدرسة. الآن بالنسبة لطريقة التصريف، إذا كما تلاحظون هنا لدينا will be playing. إذا في زمن future continuous نستعمل دائما will be على هذا الشكل، إذا لا تتغير، دائما will be بهذا الشكل زائد إذا plus v1 plus ing. v1 كما قلنا وفي جميع الأزمنة المستمرة نستعمل الفعل في الحالة الأصلية v1. إذا هنا لدينا الفعل يلعب، v1 play، v2 played، v3 كذلك played. إذا نستعمل v1 ونضيف في النهاية ing، نستعمل play ونضيف ing تصبح playing. will be دائما تبقى كما هي، will be playing. مثال آخر، I will be. إذا كما تلاحظون will be، إذا لا تتغير. ثم الفعل، هنا الفعل read، نستعمل v1 الشكل الأول ونضيف ing. I will be reading، أنا سوف أقرأ أو سوف أكون أقرأ a new novel، a new novel رواية جديدة next week الأسبوع القادم. إذا الفعل يحدث في المستقبل next week، ونركز على استمراريته مدة من الزمن، إذا سأستمر في قراءة رواية جديدة next week كما قلنا في المستقبل الأسبوع القادم. وكما رأينا will be plus v1 plus ing، will be will be، v1 play أصبحت playing، هنا read أصبحت reading. لاحظ معي الفعل يقرأ، v1 read، v2 نفس الشكل، v3 كذلك نفس الشكل. إذن كما تلاحظون الأشكال الثلاث هي نفسها لكن النطق يتغير. إذن v1 نقرأها read read، v2 v3 تقرأ red red مثل اللون الأحمر red. إذن read red red، will be v1 read plus ing، will be reading، أنا سوف أكون أقرأ. شكرا جزيلا على المتابعة، لايك إذا أعجبكم الفيديو، وألقاكم في الدرس القادم إن شاء الله.